السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتنا، مرحبا بكم مباشرة من قناتكم، قناة المحبوبة، قناة الملايين، قناة كل الجزائريين، قناة أثى ثقة. قبل ما نبدأ في الفيديو نرحبوا بالضيوف، هذو ما عمال أثى ثقة، لكن اليوم بإذن الله راهم ضيوف عندكم. وعلى بركة الله نبدأ على اليم الأخ أسامة اللي راهو مستكلف بالديكورات تاع المحل. واش راك أسامة؟ ربي يحفظك خويا سامي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومشاهدينا الكرام إن شاء الله يكونوا بخير وعلى خير تاني. خاوتنا ما ننساوهمش توجور اللي راهم يعاونوا فينا بليزابوني واللي جاموا لي كومونتير. خاوتنا الفايدة تاعنا كاع كي تكونوا بخير، وكيما يقول لك يعني يجوز لكم خويا طارق المستكلف بليزابيل تاعكم. خاوتنا إن شاء الله يكونوا بخير تاني. مرحبا بك خويا طارق. الله يسلمك خويا. تعيش خويا. أهلا وسهلا بكم خاوتي خياتي، ان شاء الله تكونوا مساعدين لحد معانا ونفرحوش ان شاء الله. ونقدم لكم من الكولاك تاعي خويا صهيب. السلام عليكم خوتي، جيسبر راكم بيان. حنا رانا نستقبلوا مكالمه تاعكم انا والاخ طارق. مرحبا بلي زابوني جدد، مرحبا بلي زابوني اللي راهم جايين. كثروا لنا البارطاج، كثروا لي جيم ولي كومونتير، وان شاء الله تستفادوا معنا. والكلمه الاخيره نعطيها لخونا خالد. السلام عليكم ازول فلاول، مرحبا بكم معنا توجور في محلات اثاث ثقه. واش راح نقول لكم، الفائزين اللي فازوا معنا بدو طابل بالبركه عليكم. اليوم راني جيتكم بهدايا قيمه، الهديه اللي راح تكون واش راح نقول لكم، الهديه اللي راح تكون انا ماذا بيا وجدني في راسي باش تكون قبل رمضان ان شاء الله. واش حاب يقول، حاب يقول خويا سليم لي زابوني، حاب يقول وين حبينا نوصلوا حنايا خوتنا؟ رانا حابين نوصلوا ل 175 الف متابع. وقبل ما نتكلم على هذا نرحبوا بالزعيم، نرحبوا بالناطق الرسمي تاع محل هذا الثقه، خونا كبير، خونا حالي. واش راك حالي؟ الله يسلمك خوتي خواتاتي، ان شاء الله نكونوا خفاف عليكم كما عودتكم ازاز ثقه دائما بجديد. حنا ما نقولوش مسابقه، عند ازاز ثقه كاينه هديه، وجميع الجزائر ان شاء الله يدخل هذا المحل. ونشكر العمال تاعنا من كبير لصغير اللي لحقنا لهذا المستوى، وهذا من فضل ربي اللي لحقنا المستوى. خوتنا اقعدوا معنا، ابونيو، بارطاجيو لو ماكسيموم. ازاز ثقه من كبير لصغير هاي في خدمتكم. خوتي بعد ما درنا الهديه الاولى كاينه هديه كبيره خوتي، وان شاء الله تشاركوا معنا وجميع الجزائري يدخل المحل في ازاز ثقه ان شاء الله يخرج منها فرحان. ولا واش قال خويا سليم؟ اكيد خويا حليم بارك الله فيك. خوتنا مدوا الكلمة الأخ أسامة راح يعرف لكم بالهدية تاعكم. أسامة تفضل. خويا سليم يزيد فضلك. خوتنا هات لو صالون يعني معروف في محل أثاث ثقة خوتي، صدقوني غير معروف وصالون ما شاء الله خوتنا، لو كادر متاعو كامل أونبوات خوتي. هات لو صالون اللي راكم رايحين تفوزوا أنتوما خوتي، إن شاء الله تكونوا من الفائزين، ويعني راكم في محلكم ورانا كاع عائلة واحدة خوتنا. نوصفوا لكم هات لو صالون. هات لو صالون خوتنا يحتوي على دو بونكيت في الأتر كيما راكم تلاحظوا خوتي. عندكم فيه طاب دو كوان كيما راكم تلاحظوا فيها خاوتنا في الصوره، يعني تحفه ما شاء الله، طري طري بيان فيني خاوتي. عندكم فيه طابل باز، طابل باز هذه خاوتنا وزدنا لكم معاها، زدنا لكم معاها دو بوف كيما راكم تلاحظوا فيهم في الصوره خاوتنا، وزدنا لكم الحاجه يعني كبيره اللي تخرجت تحفه ما شاء الله وكاسات كاع لي صالون خاوتنا. زدنا لكم طاب جيكون ديالو كيما راكم تلاحظوا فيها اللي خرجت تحفه ما شاء الله خاوتي. وعندك الصالون خاوتنا ماروكا هذا يحتوي على قاعده دي 30 خاوتي كيما راكم تلاحظوا في الدار خاوتنا وفي القاعده خاوتي. ان شاء الله تكونوا كيما يقول لك يعني الارابيس تاعو خاوتي كيما راكم تلاحظوا فيه في الصوره خاوتي اللي خرج تحفه ما شاء الله خاوتنا. وزيد لكم ملاحظه خاوتنا اللي راح تساعدكم بزاف به بالسيرفيس تاعو خاوتي كيما راكم تلاحظوا بالبقريش تاع لاتاي بالفناجل خاوتنا. ويعطيكم الصحه خاوتي اللي راكم تابعوا فينا، مي وشنو كاينه حاجه خاوتنا لازم ان شاء الله يكون السحب قبل رمضان خاوتنا. ما عليكم غير توصلوها 175، وعلى بالي بلي عندي ثقه في ربي سبحانه وعندي ثقة فيكم خاوتنا. ومرحبا بكم كاع في محل اثاث ثقه، ورانا عائله واحده خاوتي، وماذا بينا كاع تكونوا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خاوتي. ونشكر المسؤولين اللي راهم واقفين على المحل هذا خاوتنا، ويعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، ورانا كاع عائله واحده ممتومة عائلتنا خاوتنا. ومرنا نعطي كلمتي للاخ سالي. بارك الله فيك الاخ اسامه. الاخ اسامه وصف لنا كامل الهديه تاعنا. الان ننتقلوا لشروط المسابقه. شروط المسابقه حبيت الاخ خليل يتكلم فيها. تكلم خليل. خوتي شروط المسابقه ماذا بكم، لا فامي عائله كبيره حبيناها تزيد تكبر. باش تزيد تكبر انا ماذا بك اختك عمتك خالتك جارتك من اللي هي عيط لها في التليفون قول لها ابوني وتربحي ما راكي خاسره والو في محلات اثاث ثقه. ابوني في اليوتيوب اكتبي اث تخرج لك اثاث ثقه القليعه، راهي معروفه في ريلاباج. اكتبي اثاث ثقه تخرج لك هذا الثقة. أبوني معانا، كثرونا من الجام
خلي الناس تشوف ماذا بكم صالو كيما هذا. صدقوني غير صالو تحفة تحفة تحفة. خويا حالم واش قلنا؟ واش نقولكم خاوتي خواتاتي، ان شاء الله يكون هذا الصالو عجب بزاف، وهذا راه معروف عندنا في أساس ثقة، وصلت عليه طلبيات بزاف تاع أساس ثقة، خمت المشاهدين تاعها وداتو هدية. هذا الصالو تحبوا تدخلوا لاباج خاوتنا تشوفوا السعر تاعو، حنا دايرينو ب 16 و 800 خاوتنا كاع مؤاد، وماشي خسارة في المشاهدين تاعنا وفي عائلتنا الزوجة. خاوتنا كيما كنتوا في هكذايا بيه بلاطاب تاعو حتى بالسيرفيس تاعو خاوتنا، والنساء الجزائري عفوا هذا لافالور تاعو واش يسوى هذا السيرفيس خاوتنا، وماشي خسارة في المشاهدين تاعنا خاوتنا. خاوتنا هذا الثقة دات لكم لصالو ماروكا هذا بيه بلاطاب ديكوا تاعو بالطابلة بالديبو بالطابلة 3 بياس، زدنا لكم حتى الصربية معاهم خاوتنا. خاوتنا ابونيو زيدوا شاركوا معنا في الصفحة تاعنا، وان شاء الله هذا الثقة تكون خفاف، احنا نكونوا خفاف عليكم، وان شاء الله نتمنى لكم كاع من الرئيس الكبير حتى للصغير تاعنا ماذا بينا كاع يفرحوا معنا في شهر رمضان. ولا واش قال خويا اسامة؟ هذه يا خويا حليم، وصافي بليزير خاوتنا اللي راكم تلاحظوا فينا. خاوتنا طابي بزاف شباب يعني تحفة ما شاء الله خاوتي، وكما راكم تلاحظوا كما قال الاخ حليم سيرفيس هذا خاوتنا صدقوني غير تحفة ما شاء الله خاوتنا، وكما يقول لك يعني ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن تاعكم خاوتي، ونخليكم بخير وعلى خير ورمضانكم بالصحة ولهنا خاوتي. نخليكم يعني كلمتي الأخيرة اللي راح تكون عند الأخ سليم اللي راح يوضح لكم شروط المسابقة. خاوتنا ما تنساوش لي زابوني ولي جيم ولي كومونتير بيان سير. خويا سليم تفضل. بارك الله فيك الأخ أسامة. خاوتنا شروط المسابقة كما قلنا سهلة وبسيطة، عندنا أوبجيكتيف خويا حليم نوصلوها ل 175 ألف متابع. الآن شحال رانا حليم؟ رانا خاوتنا 161 متابع، 1000 متابع، 161 ألف متابع. خاوتنا 14 ألف، خاوتنا 14 ألف منا الغدوة غير غدوة، المهم وقت ما وصلنا 1000 وصلنا 175 ألف متابع راح ندير لكم السحب خاوتنا، تسمى البيت راهو في يدكم. إن شاء الله كامل تشاركوا معنا، إن شاء الله كامل تربحوا. بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم. سلام سلام سلام.